بص معايا كده عندي الشكل الجميل ده كده عندي. الموضوع بص هيطلع لك حاجات فوق ما تتصورها كده عندي. حاجات فوق ما تتصورها، اشكال فوق ما تتصورها كده عندي. تاني تعالى الشكل الجميل ده. تعالى امسح الكلام ده. ادي المثلث بتاعنا كنترول دي. تعالى كده مع بعض قول لي كده عندي ايه؟ ادي المثلث بتاعنا كده عنده. ده المثلث بتاعنا كده عند اهوت. ده كده عندي المثلث ايه؟ المثلث بتاعنا. ارسم يا سيدي. ادي المثلث. هنجيبه اكبر مثلث كده عنده. مثلث على قد التصميم يعني. خلاص بقى ما تزلنيش بقى، اظبط. اللي فاتح الكاميرا، الكاميرا بتاعته مفتوحة، ياخد باله. أهو نقفل الكاميرا كده عند ستوب. بصوا مع بعض كده عندي يا ساتر. أدي المثلث ده كده عنده. جميل كده عندي. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده إيه لاير جديدة، حولوا لي السليكشن كنترول تي. يلا. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي إيه؟ إديني ألت باك سبيس. يلا سيلكت. موديفاي. كونتراكت. خمسة. اوكي انتر. تعالى ديليت. دلتنا كده عند اهو. دلتنا. طيب بصوا مع بعض كده عندي. انا عايز اصغر المثلث ده شوية، بس كنترول تي. تعالى صغر لي المثلث ده شوية. عشان بس ايه الدنيا معاك كويس. ادي المثلث بتاعنا. كويس. بصوا معايا كده عندي اساسا. اعمل لي سيلكت على المثلث. اعمل لي سيلكت على مين؟ على المثلث كده عند دوت. ادي سيلكت. كنترول تي. هات لي كده عند الانكر بوينت فين؟ اهو. بره الشكل خلاص اهو. كبر لف. لف كده عند دوت المثلث بتاعك وصغره. اهو من هنا كده عند دوت. يلا بينا. كنترول الت شيفت تي. كنترول دي. ايه رأي حضرتك كده عندي؟ هات لي الكلام ده. هات لي اللير دي كده عندي اهي. حركها لي كده عندي بالموف تول كده عندي اهو. جميله كده عندي اهي. وممكن تاخد لي كده عندي نسخه منها كنترول تي. ده كنترول قصدي ايه؟ كنترول جي. وخدها كده عندي. طلعها لي كده عندي اهي. اديها لي كده عندي كنترول تي. رايت كليك. فليب فيرتيكال. فليب هوريزونتال اهي. يلا بينا. بس يا سيدي يبقى انت كده عندي عملت لنا كده شويه حاجات كده عندي حلوين كده عند اهوت من حته مثلث من لا شيء من لا شيء من لا شيء. انت عملت لنا شكل جميل كده عند اهوت في ثواني. اختصار عظمه على عظمه في الفوتوشوب. وبقول لك اللي عارفه اللي عارفه اللي عارفه مش ناس كتير، مش ناس كتير عارفين الاختصار ده. اوفرلاي اوفرلاي دنيتك كده عندي كويسه خالص كده وصلت. يبقى ده كده عندي اختصار هيبتدي يظبط لك الدنيا بتاعتك. ممكن تيجي على الاختصار كده كمان، تيجي على ده كمان، تروح عامل له كده عندي ايه؟ تروح عامل له جريدينت اوفرلاي تخليه ينور لك في التصميم كده عنده. والجريدينت تختار له بقى كده عندي ايه؟ مش كولر اوفرلاي، جريدينت اوفرلاي. اختار له كده عندي ايه؟ الوان كتيره كده عنده اهوت. شوف بقى انت الالوان اللي عايزها تبقى ايه اهي. كويس. وابتدي اعمل لها كده عندي ايه اوفرلي. خليها تغير لك في التصميم ككل مثلا. ده كده عنده. تعال اقول له كده عندي انت عايزه بقى لينير ريديانت جريدينت. عايزه ايه بقى بالظبط كده عندي؟ انجل. عايزه دايموند ريفليكتد. مع كل شكل هيغير لك الدنيا بتاعتك. مع كل شكل هيغير لك الدنيا بتاعتك. مع كل شكل هيغير لك الدنيا ايه؟ الدنيا بتاعت حضرتك. يبقى ده كده عندي اختصار مهم جدا في الفوتوشوب. اختصار مهم جدا 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 في الفوتوشوب اللي هو اسمه اللي هو كده عندي ريبيت ترانسفورم. ريبيت ترانسفورم. ريبيت ترانسفورم كده عندي.
طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده، عندي ايه؟ تعالى مع بعض، عايزين نبتدي كده عندي إيه مثلا نعمل إيه شغل كده عندي. خلينا هنخلي كده ايه محاضرة الويب سايت بكرة، الويب سايت بكرة الأداتين دول السلايس سيلكت تول والسلايس سلايس تول والسلايس سيلكشن تول واللي هو كده عندي الحركة هنخليها بكرة، الحركة كده في الكتب ونخليها بكرة. تعالى دلوقتي هنعمل كده عندي كالتالي، عايزين نبتدي ان احنا نعمل تصميم مثلا، عايزين نبتدي بقى نعمل تصميمات كده عندك. هبتدي معاكم دلوقتي اشتغل تصميمات كده عندك. كويس، انا دلوقتي عايز ابتدي تصميم من الزيرو من الزيرو من الزيرو، يعني مثلا كده عندي ايه، انا هبتدي تصميم معاكم انا فاكره لان انا كنت بعمله كل سنة اعمل التصميم ده مثلا ولا 10 مرات ولا 20 مرة. ليه؟ عشان عندي مجموعات كنت ببتدي اشرحه فيها وعندهم مشاريع تخرج، وكان لازم ان هم يعملوا التصميم اللي هو الكفر بتاع الاسطوانة بتاعهم، الكفر بتاع الاسطوانة بتاعهم، الكفر بتاع الاسطوانة، الكفر بتاع الاسطوانة. هبتدي التصميم معاكم من الزيرو من الزيرو من الزيرو، من تحت لفوق كده عندك. انا هعمل كفر اسطوانة بتاع لعبة مثلا بلاي ستيشن، باتمان، اي سبايدر مان، ايا كان اللي انت هتعوز تعمله. كويس، حتى تلاقي الصور بتاعتي كده عندي بتاعت باتمان هي اللي موجوده، اللي انا كنت بستخدمها من 20 سنه. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، عشان نفتح الاسطوانه، الاسطوانه ابعتها يبقى كده دلوقتي هنبتدي كده عندي عمل اسطوانه جديده او عمل كفر اسطوانه. اكتب بقى الخطوات معايا لان انا هجمع لك كل الخطوات اللي فاتت وبنشغل التولز مع بعضنا كده عندي اهو، تولز مع بعضنا، تولز مع بعضنا كده عندي. طيب ادي فايل نيو 13 سم في 13 كده عندي سنتي في 13 سم، ريزولوشن 300، الواني كده عندي ايه، سي ام واي كي، سي ام واي كي، هذا الفايل بتاعنا كده. طيب تعالى بقى كده مع بعض، اديني رايت كليك وقول لي كده عندي ايه، وقول لي سنتيمتر. طيب انا عايز اعمل ايه، تعالى نحط الجايد بتاعتنا، الجايد بتاعتنا انا عايز اشتغل بجايد. كويس، الاسطوانه كده عندي كانت، يعني على ما اعتقد كانت على ما اعتقد الاسطوانه 12 سم، 12 سم مش 13، 12 عشان كانت 4 4 4، كانت 4 4 4 انا فاكرها 4 4 4. طب ماشي، ايمج ام السايز يبقى 12 كام، 12 في 12، 12 في 12. طيب هنبتدي نعمل بقى كده عندي ايه الهوامش بتاعتنا. هعمل هامش بصوا، هشتغل بقى بالهوامش، عايز اشتغل بيدوي كده اهي، عندي 6 اهيت، عندي 6 بالظبط اشتغل يدوي، او 6 و6 اشتغلوا يدوي كده عندي، اه لان ده نص التصميم بالظبط. طب انت عايز واحد عند 4 وواحد عايز عند 8، كويس بالطول كده عندي، وعايز واحد عند 4 وواحد عند 8 بالعرض، براحتك بقى ساعتها بقى ممكن تشدهم وتسحب وتنزل بالظبط، او لو انت عايز شغلك دقيق بالظبط كده يبقى كده عندي من فيو نيو جايد هقول له كده عندي كام فيرتيكال عند 4 4 سم، وروح قايل له فيو نيو جايد فيرتيكال عند 8 سم 8 سم. بعد كده عندي فيو نيو جايد هوريزونتال عند 4 سم، وعندي فيو نيو جايد هوريزونتال عند 8 سم. طيب بعد كده اعمل من فيو، سؤال بعد اذنك يا باشمهندس، قول لي لوك جايد، قول لي يا ريس معاك اهو سامعك. دلوقتي لو انا اشتغلت تصميم مثلا ومحتاج ان انا اكبر التصميم شوية، لو انا كبرته هيعمل هيحصل حاجة في التصميم يعني الدنيا تكبره قد هتبوظ؟ ايه؟ استاذينك تكبره قد ايه؟ يعني التصميم كان ابعاده قد ايه اللي انت اشتغلته وعايز تكبره تخليه قد ايه؟ لا انا بسأل عموما، التصميم هيحصل فيه حاجة لو انا ما على كبرته حسب، او لو كبرته؟ تكبير صغير مش هيحصل حاجه، ولو بنفس النسب مش هيحصل حاجه، لكن لو تكبير كبير على الاخر هيبوظ لك الدنيا.
هيبوظ لك مكان الشادو، هيبوظ لك حجم السايز بتاع الكتابه بتاعتك، لو انت مستخدم السيلات، السيلات كلها ضربت، اماكن السيلات والشادو والكلام ده كله ضرب، كله ده ضرب لو هو لو انا كبرت او صغرت بنسبة كبيرة مش بنسبه نسب كبيره، صغيرة. بنسبه كبيره. لكن لو زودت سنتي 2 سنتي لا مش هيحصل حاجه. كويس، تمام 10 سنتي لو انت عامل اليافطه بالمتر، زودت 10 سنتي 10 سنتي مش هيحصل حاجه. لكن ما تبقاش اليافطه متر تخليها 10 متر، ما ينفعش. تمام كويس، طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده، عندي ايه ممكن تاني بعد ما عملنا اللير؟ طيب يا اسراء، طيب تاني يا سادس، بص معلش تاني تاني عشان الناس اللي بص يا سادس، الجايد دي، الجايد دي فيو، شيل اللوك جايد بتاعتك، شيل اللوك جايد. كان في اختصار، كان في اختصار، كان بي كان كلير اول جايد، كان يشيلها كلها، كان كنترول الت شيفت كاف، كان كاف كده عندي. كويس، كان اسمه كلير جايد، ما اعرفش راح فين الاختصار ده، ما اعرفش. ادي كده عندي التصميم، بدأناه كده عند اهو، عملنا التصميم بتاعه. طب عايز اعمل كده عندي ايه، من فيو جايد، نيو جايد، واحد عند كام؟ عند 4 سم. واحد عند فيو نيو جايد، واحد عند 6 سم، وفيو طب والله قولوا لي بالراحة يا باشمهندس، يا أساتذة أساتذة أساتذة، قولوا لي فارمل يا باشمهندس، بالراحة بالراحة علينا شوية، فارمل هفرمل والله، قولي لي بالراحة كده، واحدة واحدة كده علينا واحنا سامعينك، وانا هفرمل والله العظيم. محمد بيقول لي الفكرة ان حضرتك بتشتغل بسرعة. لا يا ساتذة، قولوا لي بالراحة وانا هفرمل على طول، قولي لي بقى واحدة واحدة عشان بنكتب، وانا دنيتي حلوة معاكم يعني. بص معايا كده عندي يا ساتذة، يبقى كده عندي اهوت من فيو نيو جايد عندي 8. انا كده حطيت الجايد كده عندي بتاعت اللي ايه، الجايد اللي هي عندي ايه، عندي بالعرض. طب تعالى اقول له فيو نيو جايد بالطول بقى كده، فيرتيكال كده عند اهو، من 4، من فيو نيو جايد 6، من فيو نيو جايد 8. انا حطيت كده عندي 6 جايد بتوعي عشان الاسطوانه بتاعتي، عشان الاسطوانه بتاعتي. طيب باشمهندس انا طول ما 8، معلش، فيو نيو جايد 8. طيب انا عايز اعمل اسطوانه، اسطوانه بتاعتي، الاسطوانه بتاعتي، تعالى قول لي ايه اللي، قول له فيو لوك جايد، اقفل الجايد دي، اقفل، قفلناها كده عند اهو، هات لي اداه السيلكت عشان تبان معاك ملامح الاسطوانه، وقف في نص التصميم بالظبط، في نص التصميم بالظبط كده عند اهو، واضغط لي شد واسحب، وقول لي الت وشيفت، حط ايدك على الالت وعلى الشيفت، هتلاقي الاسطوانه بتاعتي شد 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 اسحب اهي، لغايه ما توصل كده عند اطراف الشكل، لغايه ما توصل لاطراف مين؟ لاطراف الشكل عند 12 في 12 سم كده عند السي، عند 12 في 12 سم. لير جديده حطها لي اي لوب، تعالى زي ما كنت بشتغل ايام زمان على الاخضر الفتح خالص كده عشان تبقى مريحه ل كنترول دي كده، بدات تبقى واضحه ليك كده عند اهو، واضحه ليك، واضحه ليك كده عند ليه. طيب تعالى لي بقى في النص نا، في النص نا، في النص نا، نفس الحكايه برضه، شد واسحب، او اوصل عند 4 سم في 4 سم، لير تانيه حط لي لون ابيض، دي اللي هتبقى مفرغه كده عند اهو ابيض، ادي بدات تبان ملامح الاسطوانه كده عند اهو، بدات تبان ملامح الاسطوانه، بدات تبان ملامح الاسطوانه. هي الاسطوانه عباره عن ايه؟ صوره، صورة معبرة عن لعبة أو أكتر من صورة، مع خلفية، خلفية محترمة كويس، باك جراوند شوف اللي أنت عايزها، مع كتابة، مع كتابة اسم اللعبة، مع اللوجو بتاع الشركة بتاعت اللعبة كويس، مع شوية حركات كده عندي إيه وبتاع والكلام ده كله. طيب أنا كده عملت الأسطوانة دايرة، دايرة كبيرة أهي، ودايره صغيره فوقيها، كل واحده في لير، والجايد ما هي كانت عشان تساعدني ان الدوائر تبقى قد بعض ومرتبه ومنظمه والدنيا واموري طيبه كده عندي. طيب حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه،
تعالى كده مع بعض نبتدي نعمل كده عندي كالتالي. عايز اجيب الصوره بتاعتي كده على الدكتور، وليكن صوره مين؟ صوره باتمان. فين باتمان؟ تعالى يا عم باتمان. الصوره دي بقى لها يمكن 20 سنه، مش 20 سنه، بقى لها يمكن قول مثلا ده قول بقى لها يمكن 15 سنه الصوره دي. كويس معايا؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض دبل كليك، شيل لي الخلفيه بتاعته، شيل باك جراوند ريزر، ماجيك ريزر 2 تك، طارد الخلفيه بتاعت مين؟ بتاعت عمو باتمان كده عندك. حلو، لنا صاحبنا ده اطلع بيه فوق، انزل بيه تحت، سيب ادي باتمان كده عندك. طب جميل، كبر كبر عمو باتمان اهو. مبدئيا هنحطه كده عندي هنا في التصميم كده عند اول. حلو ماشي، مبدئيا كده حلو، حلو كده عندك. طب جميل حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، انا عايز اكمل التيشيرت ولا العبايه بتاعته اللي لابسها دي، عايز العبايه اللي هو لابسها دي كده عندي. هات لي كده عندي، هات لي البين تول، اعمل لي سيلكت، اديني كنترول انتر. كويس، معلش معلش، عايز اعرف دخلنا الصورة ازاي وازاي نشيلها تاني. طيب تاني تاني تاني، بتسألوا أسئلة يعني اقول ايه بتاعت اول يوم في المحاضرة. جبنا باتمان، فين باتمان؟ اهو باتمان كده، الصورة بتاعت باتمان اهي اهي، واخد الصورة دي نازل بيها تحت، طالع بيها فوق في البرنامج، سبتها فوق اهي، فوق فوق، مش جوه التصميم، بره التصميم، بره اهي فوق اهي، فتحت في لير لوحدها. لو ما فتحتش معاك ما بتعملش البرنامج بتاعك، ما بيعملش كده، اعملها من فايل اوبن، من فايل اوبن، اعملها من فايل اوبن، اعملها من فايل اوبن كده عنده. طيب جميل، فتحت كده الخلفية، اوكي، جبت كده عندي الماجيك اريزر، اعملها من فايل اوبن، تمام كده عندي، اعملها من فايل اوبن، تحفه، 10 على 10. واروح ضاغط كده عندي اهو، ادي كده عنده، شلنا الخلفيه، شلنا الخلفيه كده عنده. انا بعت لكم على ما اعتقد الصور دي، الصور دي انا بعت لكم. بعد كده اجيب اداه الموف تول، اطلع فوق، انزل، حطيتها جوه البرنامج كده عندي اهي، ادي الاداه بتاعتي كده عندك. كبرها كنترول تي، كبر بقى عمو باتمان ده، لان دي الصوره الاصليه بتاعت اللعبه اصلا، دي الصوره بتاعت مين؟ بتاعت اللعبه عندي كده عندك. كبر كده ايه عمو باتمان ده. طب حلو، كبرنا عمو باتمان، كبرنا عمو بات ايه، باتنيله كده عندك باتمان. طيب كبرناه، كبرناه كده عندك. حلو، طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، يبقى ادي الصوره بتاعتي، ادي الصوره بتاعتي. طب عايز اكمل العبايه اللي هو لابسها دي، عايز اكملها. كويس، اكملها منين؟ يلا هات لي كده عندي البين تول، البين تول، اعمل لي تحديد اهو اهو، وهات لي كده عندي ايه، كنترول انتر، كنترول انتر كده عنده اهو، وهات لي كده عندي ايه، هات لي كده عندي كلون ستامب، كلون ستامب كده عنده، صغرها، خد لي كده عندي الت، خدنا الت، تعالى بقى كده عندي ايه، واخده كمان من ال، ثانيه واحده، كنترول، هات لي الت كده عنده اهو، الت اهو. طيب بص بقى مع بعض كده عندي يا ساتر، قلت كده عندي اهو، ابتدي بقى كده عندي اعمل لي الصوره ايه، الصوره بتاعتي
ثانية واحدة، هي ليه مش راضية تنزل كده عندي؟ هي بتنزل بره بره الصورة. طب لا مش عايزين كده، مش عايز. طب يا سيدي هات لي برش، برش اصلها لون اسمر يعني، مش حوار يعني. اه ده انا ده السليكت بره، السليكت معكوس، كنترول شيفت اه، معلش معلش، السليكت معكوس. انا قاعد اقول هي قاعده تنزل بره ليه؟ تعالى كده يا سيدي، بس كده عنده كنترول دي، هو لون اسمر يعني مش باين يعني. عايز بقى ان انت كنت تعملها ده، تعملها تاني بالكلين ستام، بالستامب كده عند اوت، هات الستامب. هي ليه نازله كده بقبسطي؟ نازله بقبسطي كده عند 30، خلي القبسط بتاعها 100%. بس كده عندك جميل، كده عندي جميل، كده عندي. اديني كنترول دي، كنترول دي، ماشي. طيب حلو، ادي كده عندي مين، ادي الصوره بتاعت مين، بتاعت باتمان كده عندي. لو طلعت اللير دي فوقيها تبتدي تبان كده عندي ايه، تبتدي تبان الدنيا بتاعتك، هتبقى الصوره كده عندي، تبان الدنيا ايه، الدنيا بتاعتك. مش مهندس، حلو جميل. تعالى دلوقتي كده مع بعض عايزين نعمل خلفيه، خلفيه مثلا، هنعمل خلفيه مثلا كده عندي ايه، جريدينت. خليها دلوقتي حاليا تحت، خليها حاليا تحت، عايزين نعمل خلفيه جريدينت كده عندي. اطفي اطفي دي، اطفي باتمان خلاص دلوقتي مش عايزين. سيلكت على الدايره بتاعتي، هات لي كده عندي سيلكت مثلا، هات لي رمادي، رمادي في رمادي في ابيض، في رمادي بس خليه رمادي غامق كده عند دوت. عايزين كده عندي مش ويب كلر، عايزينه بدل، لان انا واخد كده الوان ايه، الوان كده عندي اهي، ماشي. تعالى كده مع بعض، تعالى دلوقتي كده مع بعض، شد لنا واسحب. ادي الخلفيه بتاعتي كده عندك. طب جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عايزين ننطق الخلفيه دي، عايزين ننطقها كده عندي. عشان انطق الخلفيه بتاعتي دي، عشان احليها كده عندي كويس، هبتدي احط لها كده عندي ايه، باترن اوفرلاي مثلا، باترن اوفرلاي، ادي لها كده عندي باترن اوفرلاي. فين الباترن ده مثلا؟ كبره اهو، ودي له كله اوفرلاي. بدأت الدنيا تتنطق كده خلاص، كده نطقت الدنيا خلاص، كده نطقت الدنيا بتاعتنا، نطقت الدنيا خلاص. اسطوانه اتغيرت في ثانيه كده عندهم، بدأ ان انا يبقى عندي اسطوانه، بدأ ان يبقى عندي اسطوانه كده عندهم. طب حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، هندخل كده عندي هنا اهو، جوجل باتمان لوجو، باتمان لوجو، لوجو بي ان جي، صور لوجوهات باتمان بقى، حدث ولا حرج، هتلاقي الدنيا بحالها باتمان. دور كده عندي، كان في واحد كده عظمة على عظمة ايام زمان والله، كان عظمة، هاد ده مثلا كان حاجة زي كده عندي، كانت حاجة زي ده. كويس، كان حاجة كده تحس، بص حاجة فخمة كده عندي، كان للفخامة عنوان. تعالى كده مع بعض، ماشي حلو، حلو خلاص ده جميل، ده جميل. يلا سيف ايمج از على الديسكتوب، سيف. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ونزل كده عندي، انزل
افتح فايل جديد، امسح لنا كده عندي مش عارف ايه سي تي ده، مش عايزين اهو، تصغر تعالى كده مع بعض كده عندي، اطلع بقى كده عندي، انزل سي حاجة محترمة كده. حلو ده، محترم ده برضه كويس، محترم محترم كده عندك. طيب جميل، تعالى صغره شوية، كنترول تي الت وشيفت كده عندي اهو، تعالى كده عندي حطه كده. طيب جميل حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي، بدأت الاسطوانة بتاعتنا ملامحها تبان، بدأت الاسطوانة بتاعتنا ملامحها تبان، بدأت تبان، اظهر باتمان، زيرنا باتمان، حط باتمان تحت النقطة البيضاء دي، لأن النقطة البيضاء دي اللي هتتقص، حطه تحت الشعار خالص اهو، تعالى كده مع بعض حطه لنا كده، بدأت الدنيا تبان جميلة خالص كده كويس. حلو طيب جميل، طيب عايزين بقى كده عندي لوجو مين؟ لوجو بلاي ستيشن، اللوجو بتاع بلاي ستيشن كويس؟ لا مثلا بلاي ستيشن. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، فين البلاي ستيشن؟ بلاي ستيشن، بلاي ستيشن لوجو بينج، ما هو لسه يا محمد هعمل ماسك بحدود دايره كبيره صح، هعمل الكلام ده بس واحده 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 واحده، احنا بنبني الاسطوانه من بره، انتوا كان نفسكم دايما ان احنا نبني تصميم من الزيرو، ببني تصميم من الزيرو معاكم اهو، هات لنا اللوجو الجميل ده بي ان جي برضو كده عند دوت، سيف ايمج از على الديسك توب، سيف ده مش بي ان جي لكن ماشي، هنعتبر هنعمل نفسنا ان هو بي ان جي واحد، ده جي بي جي كده عند دوت جي بي جي ماشي، هدخل ادخله جوه البرنامج كويس، كده ايه، نشيل نعمل سيلكت عليه، نشيل الخلفيه بتاعته تعالى دلوقتي كده عند كنترول شيفت اي انفرس سيلكشن ديليت، فرغنا كده اللوجو كده، اللوجو اتفرغ، شد اللوجو بتاعك، احنا مش محتاجين بقى الشعار ده خلاص عشان اسمه كبير كويس، ولا محتاجين خلاص باتمان خلاص مش محتاجين، نو هات اللوجو اطلع بيه فوق، انزل بيه تحت سي كنترول تي، صغر، بدأت الدنيا تبان كده عندك، الدنيا بدأت تبان للتصميم، الدنيا بدأت تبان للتصميم. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي، بص يا سادة، محمد دلوقتي كان بيقول لي ايه، محمد قال لي كلمة حلوة جدا يا باشمهندس، قال لي يا باشمهندس ماسك بقى عشان يبقى باتمان يبان جوه الصورة وبتاعه والكلام ده، صح كلامه صح، نبيت باتمان جوه مين، جوه الصورة كده عندك. طيب الصورة بتاعتنا دي اللير ده اهي، تعالى اعمل لي كده عندي لاير فوق باتمان، املاها لي لون اسود، الت باك سبيس، الت باك سبيس كده عند دوت، واعمل لي كده عندي ايه، كليبنج مين، خلي لي كده عندي دايت تحت باتمان، قصدي معلش تحت باتمان، واقول له كليبنج ماسك، كنترول دي كنترول دي كده عند دوت، كليبنج ماسك اللي احنا واخدينه البارح، باتمان دخل جوه الصوره كده عند دوت، كليبنج ماسك كليبنج ماسك. طب يا باشمهندس ده مغطي على اللاير اللي تحته، طب ما تعالى هنا اعمل له فيل، فيل زيرو، طب شال شالها، طب خلاص تعالى كده يا سيدي، ولا نزعله نفسنا، السيلكت اهو، السيلكت كده عند دوت، وانا على باتمان على طول، اضغط لي على الماسك دي بس ما تزعلش نفسك يعني، بلاش كليبنج ماسك اهو، باتمان بقى جوه الصوره، ايه ده، بدات تبان الاسطوانه وبدات تبان ملامحها، بدات الاسطوانه وبدات تبان ملامحها. طيب عشان تخلي الاسطوانه بتاعتك بقى جميله وحلوه والدنيا اموره، الكلام نص الموضوع، الكلام نص الموضوع. طيب
هات لنا عمو باتمان ده، عمو باتمان ده كده عنده، ونسخه كنترول جي. انا عايز انسخه هو كده عندي ايه، كنترول جي، واقفل عليه كنترول جي. طب من غير ماسك ديليت، ديليت من غير ماسك. طيب تعالى كنترول تي، رايت كليك، فليب هوريزونتال، عكسته، تعالى بره كبره على الاخر، هات لنا وشه كده عندك، كبره على الاخر. كويس، تعالى كده مع بعض كده ايه، لفولنا كده عند سن او بلاش، هات لنا كده عندي باتمان سايد فيو. ماشي، انا كنت هعمل كده، هعمل كده، هعمل كده، وابتدي ان انا اعمل كده عندي ايه، اقل البسط بتاعته نورمال، بس اقل البسط بتاعته، اقل البسط بتاعته كده عنده، واخليه كده عندي تحت ايه، تحت كده عنده، قلل البسط بتاعته، قلل البسط بتاعته. جميل، فممكن اعمل حركه زي دي، ممكن احط عليها ماسك كده عند اوت، هو جوه الاسطوانه كده عند اوت، حاجه كده ايه يعني، منظر كده عندي. او هات بقى روبن معاه، هات اي حد من الشخصيات التانيه اللي معاه، الجوكر مثلا احطه له ورا ايا كان. طب يا باشمهندس، الاسطوانه بدات تحلو وبدات تحلو، ناقصنا بقى كده عندي ايه، الحلاوه بتاعت الاسطوانه، الاطار بتاع الاسطوانه. عايزين نعمل الاطار بتاع مين؟ بتاع الاسطوانه كده عند اهو. اعمل الاطار بتاع الاسطوانه ازاي؟ الكتابه بالظبط كده يا محمد، الكتابه بقى مذاهب، الكتابه مذاهب. انت عشان تقعد تكتب كده عندي هنا وتبوظ الدنيا بتاعتك، انت عايز ترمي هنا صور كتيره، اسم اللعبه وبتاع، وتكتب باتمان دلوقتي كده بخط كويس وبتاع والكلام ده كله، فانت عايز تكتب، تكتب اللي انت عايزه كله. بنعمل بقى في الاسطوانه ايه، هاخد الاسطوانه بتاعتي دي، سيلكت، سيلكت كده عند اهو، انا عملت سيلكت على الاسطوانه، تعالى لي فوق كل الكلام ده، اعمل لي لير سمره كده عندي، لير جديده، لير سمره، الت. طيب سيلكت، سيلكت موديفاي كونتراكت، هقول له مثلا عايز اقللها بكام بيكسل، ب 50 بيكسل. اوكي، طب لا ده انا عايز كمان شويه كمان، سيلكت موديفاي كونتراكت 25 بيكسل، 25 كويس، او بلاش، بلاش خالص كنترول دي عشان بتطلع مشوهه كده عندي. هات الاسطوانه كده عندي من هنا، اوف انت في النص، في النص كده عند اهو، شد واسحب واطلع لغايه ما توصل للبعد اللي انت عايزه، بس كده عند اهو، بس كده عندي، بس كده عندي، واديني ديليت. ايه ده، ده بدات تبان يا باشمهندس، ايه بدات تبان، بدات تبان الدنيا كده عند اهو. طب اعمل لي بقى كده عندي ايه، كنترول دي. بص يا سادة، هات لي كده عندي اداه الدايره، الاليبتيكال، الاليبتيكال كده عند اهو، واختارها باص، واقف في النص، واقف في النص كده عند اهو، شد واسحب، الت، وقفت في نص المكان كده عند اوت وست، ده مسار. طب حلو، بعد كده هات لي اداه الكتابه على مسار، اداه الكتابه على مسار. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض، لون ابيض، اول كوبي رايت received by PlayStation company، تعالى كده عندي United State of America، باتمان باتمان اند
روبين. مثلا 2010 عندي اديشن نمبر 3 اديشن نمبر. طيب خد لي الكتابه دي، علم لي على الكتابه دي كلها كده اهو، تعالى لي من هنا من هنا، انا عايز انزلها تحت السطر شويه، انزلها تحت السطر شويه، اروح جاي من اهو واعملها بالسالب، اروح جاي من هنا مكبر حجم الكتابه بتاعتي او كبرها كبرها كده. بلاش كده تكبرها، ثانية واحدة عشان جبتها لغاية الآخر. أعمل لها كده عندي إيه؟ زي ما كانت أهي، تعالى كده مطها لفوق بس، مطها، مط الكتابة بتاعتك، مطها، أوكي. لو بدأت بقى تخفي الكلام بقى ده كله، هتبان ملامح الأسطوانة بتاعتك. لو بدأت تخفي الكلام ده كله أهي، اخفي لي الكلام ده كله، مش عايز بقى الكلام ده كله أهو. اهو اهو كان عندنا اداه بتخفي الجايد دي وترجعها مره تانية قبل كده في الازاره اللي قبل كده. ادي الاسطوانه بتاعتي بدات تبان كده عندي، بدات تبان كده عند اهو. اعمل بقى كده عندي بقى ايه، اعمل دروب شادو واعمل اللي انت عايزه في الكتابه بتاعتك، في الفونت، نغير نوع الفونت يغير لك شكل الدنيا كلها كويس. تعالى كده عندي، اكتب لي كده عندي ايه هنا، بلاي ستيشن كده عند اهو. تعالى كده مع بعض، بلاي ستيشن دي، بلاي ستيشن دي كده عندي، اكتب لي تحت كلمة بلاي ستيشن، بلاي ستيشن. تعالى اعمل لي كده عندي فيها خالص بلاي ستيشن. بلاي ستيشن كده عندي اهو، تحطها كده عندي اهي. جميل. يلا كده عندي كنترول جي، كنترول جي، تعالى افلق اللي تحت دي، خليها لي لونها اسود اهو، اتحرك بالموف تول كأنها دروب شادو كده عند اهوت. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، ادي الاسطوانه كده عندي بتاعتنا كده عند اهوت، ادي الاسطوانه بتاعتنا، ادي الاسطوانه بتاعتنا من الزيرو كده عند اهوت، من الزيرو انا بادئ الاسطوانه كده عندي من الزيرو. ممكن اجي كده عندي هنا برضو، هنا اروح كده عندي عامل اطار كده صغنطوط كده عند دوت، يعني كده عندي حل بالدنيا على الاسطوانه بتاعتي دي، اخليها كده عندي اسود، معلش كده عندي اسود، الت باك سبيس، واروح مصغر شويه عندي سيلكت موديفاي كونتراكت عندي، خليها كده عندي 25 بكسل او عندي 10 بكسل، سيلكت موديفاي كونتراكت 10 بكسل كويس. او تعالى كده مع بعض معلش مرة تانية، سيلكت موديفاي كونتراكت 30 بكسل مرة واحدة. تعالى كده بنقلي كده عندي لون ابيض، كنترول دي، بدأت الاسطوانه بتاعتك كده. يبقى انت ابتديت الاسطوانه بتاعتك كده عندي منين؟ من الزيرو كده عند اهو، ابتديت كده عندي الاسطوانه بتاعتك من الزيرو، من الزيرو كده عندي كويس. دي مثلا اسطوانه باتمان، كنت مثلا بعمل اسطوانه مثلا سبايدر مان، اسطوانه ماريو، اسطوانه فيفا كويس، اجيب الاسطوانات دي كلها وتعملها. ما انت معاك بصوا الفايل الاساسي بتاعك اللي انت بتبني بيه، اللي انت بتبني بيه الليله كلها. يعني دايما كنت بعمل كده فايل سيف از بي اس دي، سي دي كده عندي اهوت، تعالى كده عندي سي دي، سي دي،